يعني المفروض ان احنا نسمع منك بقى، انت المفروض دلوقتي عريس ومرعوب، شعورك ايه؟ شعورك ايه محمود؟ وتحب تقول ايه للاجيال القادمه؟ تحب تقول ايه للاجيال القادمه اللي ممكن تاخد خطوه، الخطوه اللي انت خدتها ده يا محمود؟ قول لنا كده وقول لنا الشعور اللي بيقول في صدرك دلوقتي. خد يا حبيبي. بسم الله. طب خد بقى، خد المايك، الناس تضحك علينا. خلاص قاعدة. تمام، واخد بالي. بسم الله. متوتر جدا طبعا. يعني احب اول حاجة اشكر كل الناس اللي جم يعني واللي ما عرفوش يجوا، يعني جزاكم الله خيرا، يعني اسعدتوني بقدومكم، يعني صح كده ولا غلط؟ الله. لغة عربية. جزاك الله خير. حبيبي، دي اول حاجه. تاني حاجه احب اقول لهم ابشروا بكل خير والله، يعني ان وعد الله حق، يعني قال صلى الله عليه وسلم، يعني حديث ثلاثه اسمه ايه، حقا على الله اعانتهم منهم انك حرود العفاف صدقا، يعني والله ان وعد الله حق. خلاص لازم تكون ممكن بالمعنى ده في اي خطوه في حياتك، في الزواج، في الشغل، في الرزق، في الدراسه، اي خطوه، ان وعد الله حق، استعن خذ بالاسباب وتوكل على الله. يعني دي النقطة اللي عايز أكد عليها جدا، يعني زي ما أنت قلت برضو في فرحه، قال ربنا اللي بيتجوز، مش الفلوس اللي معاك، مش والدك، مش كذا. طب جزاهم الله خيرا كلهم، يعني ولكن يعني ربنا سبحانه وتعالى هو رب الأسباب، هو اللي بيسبب السبب يعني عشان يوصل لك في الآخر. فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه حسن التوكل، ويقينا تاما ربنا هيعينك في كل خطوه. سبحان الله، يعني في مواقف كتيره، يعني ان شاء الله بعمل فيديو عشان احاول اشجع الناس عن الزواج، يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله عامل زي رحله كده، رحله زواج، يعني في تياسيب كتير جدا، يعني ابسط الامور، يعني عايز الم الكراتين اللي في الشقه ومش عارف ايه، نزلت لقيت راجل في وشي، فاهمني؟ قلت له تعالى وداني فلوس. جزاه الله خير، جاي لك دلوقتي. فسبحان الله في امور كتير يعني انت مش بتاخد بالك منها، ولكن الله سبحانه وتعالى كريم جدا 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 يعني. بس وطبعا حابب اشكر اهلي كلهم، يعني اهلي والدي واهلي والدتي، جزاهم الله عني خيرا يعني كثيرا، وحماية طبعا ربنا يبارك فيك، ما حسيتش باي ضائقه جدا وما طلبش مني حاجه، قلت له 1 2 3، قال لي تمام. بس ربنا يبارك فيه ويرضى عنه يا رب، ما حسيتش باي، وكان بيسعى لي اكتر مني كمان، يعني ربنا يبارك فيه ويرضى عنه، جزاه الله عنه خيرا يا رب. فمش عارف متوتر ليه، وطبعا عمو حماده ربنا يرضى عنه حبيبي. فبس الامور طيبه جدا يعني والله، يعني الله المستعان. فيعني كنا فين وبقينا فين، يعني ده اللي بفكر فيه دلوقتي، مش مستوعب يعني الشعور اللي انا مسيطر عليا. طبعا الفرح كل حاجه هو الامتنان لله سبحانه وتعالى، يعني من 10 شهور ما كنتش اعرف انا هقعد فين، ولا هيتشقى فين، ولا الامور ماشيه ازاي، ولا هتجوز مين اصلا، تمام؟ ودلوقتي يعني اللهم بارك، يعني اللهم لك الحمد، يعني فالحمد لله جدا جدا، امتنان للسماء يعني، فاهمني؟ فاللهم لك الحمد، ربنا يثبتنا ولما يفتناش، دي اهم نقطه، ويزيدنا يعني، وامن حي الصحبه، يعني جزاكم الله خير يعني على قدومكم، دي بتفرق جدا مع الواحد، يعني الصحبه وجودهم، يعني كلام نصحهم ارشادهم بشكل او باخر، يعني الواحد وسطكم يكسف يعمل ذنب مثلا، ابسط الامور يعني لله سبحانه وتعالى طبعا اخلاص، يعني بس انت بتشوفهم بيفكروك بربنا سبحانه وتعالى على طول يعني. فدي دي دي, دي النقطه يعني، انا عايز اعيط بس مش عايز امسكها، فاهمني؟ فجزاكم الله خيرا يعني على قدومكم، وانا يعني قاعد اهبل بدري كتير، فندي المايك. شكرا. سقف يا ابني.